أعلنت مبادرة حياة كريمة توفير سيارتي إسعاف مجهزتين بأعلى الإمكانيات بقرية جريس بمحافظة المنوفية. كما أعلنت المبادرة على صفحتها الرسمية إنشاء وحدة إسعاف بالقرية مجهزة على أعلى مستوى لخدمة أهالي القرية ورعايتهم. وتهدف المبادرة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف، وتعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.